الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كواكب وقل لحدني اللحاد كمده من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وحين كسو جري أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها أحاديث كساب سنيت. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة قيامة دعميس حتى يقاتل المسلمون اليهود إلى مسلمين تلد قالمان يهود قال ذا وحتى يختبئ اليهودي إلى أكرد أنته أما حيلد قالمان المسلمين دي يهود حتى يختبئ اليهودي إلى يهود أكرد أنته من وراء الحجر لقى حق قداشيسة يو الشجر قيدها قداشو ذا أكرد أنته مسلم كدلها يلد قالمان يكرد منايا فيقول الحجر والشجر ضغخ يجيت كي وحي ورنا يا مسلم هذا يهودي خلفي مسلم كني وا يهودي قدا شيده تاغن تعالى قال يفقتل دل الا الغرق دجيت كعلي قروب كلا يراهد ام جيد يهود كسمله وتقانه فانه من شجر اليهود جيت جيدها يهود كميد هي يهود تاغير يو كميد اما ايغو با يدنيا حيوانات قيبا قالا لا سفته ديرتنا وا لميد حيوان قالا لا سفته وزقت سو مرتين ديرتنا هدا وحا كميده جيتك غرقتك اللي هذا متفق عليه. إذن ومن علامات الساعة كمت هاي الصغرى إن يهود مسلمين أي دقالمان قالوا ويهود أكدمنا جيدوا حتى أي شيء كانوا أي باهية. وحكى لو كتير إلهي سبحانه وتعالى أودي سأودرت إني هل ذكرته وجيتك يا دقوح مقي هذا هيان بلسان المقال بيكو هذا يعني بلسان الحال ما أذوب الله كهذا الشيء جيدة هي جماداتكم هذه رب سبحانه وتعالى أود هذا الكأوغلي وهالليان وإن من شيء لا يسبح بحمد ولكن لا تفقون تسبيحا وكلوهي متفق عليه أو شان أمرك وأم لقاري دونا ولله كسمرد عن وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده الله نفتيد قعنت سيكجرتان كدارتي لا تذهب الدنيا الدنيا ومتى قيسي الدنيا لم يرقها يا لقوضة حتى يمر الرجل على القبر إلى أن ننكو صومره قبري حبال بصومر يا فيتمرغ وكوغل قش عليه على القبر ويقول أويل هذا يا ليتني شليتي كنت مكان صاحب هذا القبر الله تولى نن كان قبري كجرة ماشي سانو ما قالوا لي يقول بدلوا ورانا إياه وليس به الدين ارغاسي يقوم ماذا شليت داس ومقينيسو دينك سو عبصدي ايو دين جعيل وليس به اي بالشخص الدين دين ما هيسو ايمان ما هيو ما به الا البلاء وحن بلايا هينو كدواجيساي اما قومومده شليت دا ككينتي ما اي جيرتو روايه كعدك عدينيسا ما به حب لقاء الله ما به حب لقاء الله ما شاء وليس به الدين روايه كلو حي هيد ما به حب لقاء الله نينكا وحو غيريه ودكا و عودسانيا ما اه جعيل و جعيل يحي انو الهي لا كلما و غيريوده الدنيا نفط كانت فتن يا بلايا لو سي دايي الا البلاء وحم بلايي مصائب كا هينو كدواجينيا نينكاس غيريدا تمنيي ما و جرو متفق عليه مركا فتن كايمان دونا ايا والنبي قال عليه الصلاه والسلام مركا قالكود بي دحايسا مركا دا تقال سكي قيبة كميدة وكلية مكي باهيد بضطي حنونه بطان معلوشه تدك قاركين الدنيا دنتي كسيد عليسه أيس هباران يا الله قيابا وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة قيبت أما به ما به حب لقاء الله الرواية أيضا حيث المامي سائن قريدة ودك الله عطسان كرو الله تمنيه كروها ديات فتنة دين يتكبق الدنيا دون يكون فتنة يسوء الدين كادي wixii kuu dhimana ay ku dhaafisaad ka baqdo in wadiya geeri la bariyo karo la codsan karo la tamaniyo karo ayaa ku jira baxdigaana ahadiithu ku saabsanayd baynu ku soo maray waxba kaga noqon mayn qala qala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam la taqumu as-sa'atu qiyamatu dhimaysu hatta yahsira ila ukaffayd ma ka dhaqaqo al-furatu wabiga furad la yiraahdo iraq ku yaala an jabalin min dhahabin qawi yabura dhahaba saga ka kacahaya وبيه باب قرية مركزا حصوب حي دولكي إيو دحدي هوسي يعيدي سي وبيه مركز ذهب بون النغوني حتى يحسر إلى وككعو وكفينمو
الفرات وبي ليدادو عن جبل من ذهب قو ذهب يقتتل عليه رسول الله يقول لغو دقالما أنا أني والبين وحكا قادو دونيا كيكا لودينيا فيقتل من كل مئة بغول كستوحا كارما ويسكدي لها يعني يو كدقى اللهم يدهب كيف ندى الدنيا دا 99 سغاشن سغال بارديمانيس هل مد باب بادي فيقول كل رجل منهم سغاشن سغال كاس اما بغول كان نم والبو كان بدا وحو اسلي هي مركو دقى اللهم يا اما وحدونني لعلي ان اكون انا انجو وحلغي بانو ان بدبادو بقول كان نك كبد بادي الذهب كهيلي دونا انو ان اه توحا كم مقتمر كحب بيسيها ينبا ذهب كافيد مي فراد كسو بحي دون ان لغو دغالمي او اد لوغو لياني او لوغو مران او هل نفر بقول كيف هل نفر كبد بادي وحكتا والله هي لكن الدنيا جعيل كيدا حيو بدن با لو دردرا ودي جيري با لو دردري وح بدن با لو بي مركا حكت ان هيان با كم مقتا لعلي لعله بمعنى عصاو يا دوال اسكو بدلا دمبلا ان اكون انا انجو انا انو نقدا كبد بادي ايا با دحي كرت وفي روايه يوشك وحادو ان يحسر انه كفيدمه الفرات تقف وبقى فرادا عن كز كيد او من ذهب ذهب اون معادن كلب اهين الذهب كقالقا نبي وحور فمن حضره حلقا نينك سو غاري ذهب كاسي غوبجو قنقدا فلا ياخذ منه من الذهب شيئا حيوسا كقال وافتنا معايا الي اما ذا وحدي لي اما لوغودلي الدنيا اضو اضد مرنس بابينس اما لوغودلي محد كدوني تو واسدا سجاشن يا سجال بارد مانيس سجاشن سجال كاسي مركا وحنا ودي لها يان ايون ولد لها يات لان ايون حوي لين ايان بقول لك يوم مركا دليد يوح دليد با يلا دليد بو حقا صبحي وي هل با كبت بادي مركا وها افويا دين بالورد انتهي الدنيا ادو على اللهين والهي ماشي كسبحي وفتنا نبغونا كاغدي اسكا الى لوي متفق عليه لما قارن هوشة ولي مدعين وذا دال لكن اسكت دي حديث كينا أولانو أي كردقان وحيابا هذا دعايو في شدال كيف نفتض الله اسكت الله ينهيو بوشي يكسو الدولين عراق إلى أمن كان رمان لا خليج كورن بهدو هوريو يكرين كد الله عي وحاسو دم وحالوسكو يابا دموا هولا شدال بدال كسليزي شدال كنوا الذهب سلون هو شو النبي والشيخ ويت الله في نون العراق بكبل لابط تفرات بكبل لابط عرف كأدون كان يسيم مريسا وين الصون نقن إلى الله مرده ويدقى ليه وينا قرحان ودقال كلا صدح هذا أدون كو قرحه ونكو يلسو استعماله وركا وذا دا دل دل يا وفتن كهذا عزري كهذا لكن إنه سن إمام نبي ويكتاي وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة تأدتكم مدينة كتجدون مدينة النبي محمد عليه الصلاة والسلام على خير ما كانت ايضو حلق او ناكسريدا ايضو كسوغان حالد او خير بنيت حق النبض يا النعمة يا الدين ايو عاصمة نمتك لا يغشاها ما دبولا يعني مسو قلي مدينة حلق ايضو كقحاني كتغان الا العوافي عوافي دموية عوافي دو وحيوانك طلاب الرزق بالليل هذا عوافي دو مركا وحيابها ارساق الدونك رواق ايو دو عضا ايو ويابها بهم قبل كل عصو هوليلي حافظها يميلها لدغين سوء هذا اي عالف كرادين هي عوافي اللي دا شمبرها كمدة هذا كمدة وحاصو رمب يريد وحو نبي وجيدا عوافي وحو عوافي السباع والطير دواقا كيسخ نعفي الدونك ايو هذا كيادا وحدونك بمعنى مرها دي مغالغطة ولا دقنان جري وحايمان هاد حيوان با ايمانو عيان با ايمانو حمارتها ايمانو شمبر دولايا ايمانو دقاق ايو يعدد بوا إيمانا نبي عليه الصلاة والسلام وآخر من يحشر روح كأدن بيا لصوح حشرية قيام الله كينو وحاوي راعيان من مزينة لبا أرشر ورهم مزينة نمن أردقتا ورهم مزينة ويريدان المدينة مدينة دون يانو أي ربعين يمادان أيوه أرد ودوات ينعقان بغنمهما يقعد قدو هيسي ويرير يكالي حاعد قدقاي فيجدانها وحيهلها المدينة وحوشا أيضا عدلا وحوشا أيضا عدلو دي وحشو أسلكيس واميشا بنان وخلها فضاها بنان دقاقا عدود كنول وحوش اللو يري لول عدلا ووحشو قدشرين بيكنولا تقود كقوتا أما قيدو هستي قشا وحشو مركة وحشو وخلها إياه
عذا عرسلها وهي فيجدانها وحي مدينة هلها يعني لبادي نينيس أرقى وتي أرقى أهيسا يا أمك حيني أهير يري وحوشا وحشا أيضو عدلو خلاء وبنان حتى إذا بلغ أمركي سوق قاران ثانية الوداع كارين كلاسكو سوقتي جري خر على وجوههما أف أف بيوضعها يعني وجه وجه بيوهو بانيو نفط باكبع يسوي متفق عليه حشر قاسي مركة لو حالو ودا بيلين وعد أهر قدام بيسي دمان دون طيال ودا دي كفاسر هايان أو نفقة الصعق والموت باهلك هكو قوان يسايق نينك أهر ريا مقل هايين ونصوم الرحالة يو وانين قيل دركي هكا جسن هايير دوبدي أي أهر مقاس أهر نفبح هاي وحانا قدام بي لبدا ودا دي رمو زين حين تنك حيني معنا هاسا مركة حديثك كجير حشرقو إن أرد نفط أي قدام بيسو إيا وحكينا يا هدانا نشرق حشرنا قدام بيسا ساسي وذا دا قار كلي المهم ومن أشرد الساعة قاب كحود على دنك لورق لها قيبة كمدون بلقات السي متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان على مده ووينا قيامها دعيد ديداء ولي وحلها لي متجره وحين نحتاج أن الصعودة إلى مالك النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مده يرركها نبي محمد عليه الصلاة والسلام إن الله صدر الرسول أو النقض أمة الدين كأوجار سيو ومن علامات الساعة الصغرى وكن النبي عليه الصلاة والسلام بعثت أنا وساعة كهاتين مرك واجع لقب الله بلا يوم من هذا وح الصعود وهرد عيه يتسالون ككتوسه يدون كونه جب جبي هاي أو رجمنا يو أو لقدر يري على ماذا وين قيامة إن أنقرك أصارنا هاي وننك مركا النول أصوغن دمنا أي دعي لقفهم هايو وحاقوه الرئيد مهدي خروج المهدي ودع عقيدة السلف وأهل السنة حقيقة جرتين ويهيئة أصغى أقوه الرئيد وحكدن بيو دمرك وحاوي ووين وعلامة ساعة الكبرى إلى أي دابد صبح أو الاستنبار أيو وننك قال لما وجه القصار كيكالي سالو كلامنا ولاده كدمنا بصورك ولا فوفول بونك اللي يري وحير كد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون وحاهان دونه خليفة مدحوينه من خلفائكم مدحين كامده في آخر الزمان ضبيا قد أدونك يحثو المال مالك هو بين دونه عن تو بين دونه ولا يعد أن ترني منك حوي أدونتا وعن تبين أيام وحسيب خليفة قندق أدرى أدرى بلد أدرى ريلك أدرى سوسك أدرى ووحس واساس ما بترن يبا يعني حواليه باب بضان أيا ضدكن ويران أيام بعد السلف وحيكوف السرين سيدنا عثمان خلافة ديسي بيكوف السرين تدو آد بيو بضاتي إلى مضتك قاركود لوكري وورقاتا مشاركيني عطيذ النقاط إيو فيقين وحكاقاتا أعطاني وحكا قاتل وكيو هذا نوح ميو حيدا ماي وعمر عمر عبد العزيز وي الخليفة الراشد وي سيدا الراجح لكن إنه سنولي إيمان نمبا لو بدايا لام حير عمر وترنجري عمر عبد الحق أبنا إنه تريه ويدع عمر مرض ذو حابي أبو بكر بدون التير ذو قاضي حديث جابر وإن سومر عمر باو قاضي سقون ترنين لكن نين كان طاقن كاي أطها يحورهم اسكدر الدلها يولينا لهلين أوسن إيمان نمبا لو بدايا عثمان والغوفة سيدنا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عمر العداشين عزيزنا والغوفة سري الأموي رواه مسلم على ما هي كمتا معايا لأدونك مركو مالك بطو ضدكنا وايرانيا أمنقنا وايرانيا الدنيا وحو الغوفة لما مركا عدكا قادة ما مجرد يعني قالوا دونا ننفع ضدكو حو الغوفة يقول لهم حامل غوفة العقين قي صورك والله فوفة هيا مركا وحاوه أدونكو عرير يمي نفتي او وقتي او يراضي حوليه او بطي امني او يراضي نيو البوت وانها فرتكو هاي محايا الوحاء الدنيا الله كي تثول لتعالي هاي مركا لقوع على القبل الرجين ايوه وقتي دير يا عمر دير يدي لذا مركا يكورس عطو فلنكا كوشي دان ياهي مركا ساد باشا نفتي اسكا قادة مركا تصور رسوتو دنبا كماليد سادرت المكا الحنون ستي اذا اركتو القري انا اللي ذا هاي تدك الدنيا دانين هاي ازدبتها جنبا والله يابي وتصور رسني دنبي قادور دنبا حسوسني ورجت دغي بالكي فوفا حقا جرو دنبا سو ورسن الهو يعف الهو يضاف وخي قيل وخي اوي وخي خول او هدي هول دنبا كملي بنادق وا وا اوشي سو انت ورسن كتاغاي مرضي لقبته
والله بقوشي وعتال قابين. رواه مسلم وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صبنوا حول لياتين على الناس تذكر ولا وحصوم مريضونا زمان حل يطوف الرجل نك ولوريقه فيه في الزمان بالصدقه من الذهب صدقه ابحي الذهب كايد ولوريقه ولياقه قات فلا يجد مهل احدا ادمي ياخذها منه كقات الصدقه كاقبله ويرى الرجل الواحد وحكى والله اركد دونا اخر الزمان ك من كليه يتبعه اي راعي انه دبت اغيهن كدغن هيان ولي يقعل أربعون امرأة أفرطن دمرة وفي رواية خمسون امرأة كنتن دمرة يتبعه أربعون امرأة محيود بصعودان يلذن به ويمغن قليان ويعير معين بيكردغان ايان قعل يطل بيكردغان ايان من قلة الرجال رقى يرانسد أوغيد إيا وكثرة النساء دمر كبناشود أوغي رواه مسلم حديثك أنس بعدي في صحيح البخاري ومسلم با من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل على مدى قيامة وحاكمة إن علمه يراده جهل يقون درد الدينين أي فافتو ضدك عام أبطان ويظهر الزنا زندون أي موقته وبنان كبالا سوى دكتور شرعي الله سميسته وتكثر النساء ضمركم أي بطان ويقل الرجال ربنا أي رادة حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد إلى كنت ضمر ومسؤولية دودية مامل كود ولو رجع هل نو كلي رجع بعد ما نيجي دمر إذا حبط بالين أو دجال الله أو فتن بالين هذا واحد دون كذا مريا أو برا هرج ملك لما قال إن سوماليا في ريا وكذا ماذا هذه مال دب خد عو وحل أول بقول روح أكون دمتي سديت وهرج وحب تومها فولي مراكب تفولي بلها تشيرا يا دمانيا بقول كيف سجاشن سجال يا نص وهرج هذا اللي بقى بالسكوت يا عام وحيس لبابين ومحي ورق حق على الشدنا دمر كي رق دمر كابدا اما هو يسميه مركي يسميه هنا ايضا شان حق كوريتان كان عروت كل اتى كل ما صغير نمر ولش او بدن دي تاريخ اخر حتى قول هنا خاطر تا ويدي وحق الاسكاب الدائي المهم مرقب بدقصوي الى وكهنا قاضي عروت صغير نمر كل اتى رق او بدن لبك أو بدن لد جواب بدن صادرت ويل لسيو وضع أو دنتي أو رمية إن أردت قشانت لسيو وضع إن أردت غيرت سو قرن ميزا تسألني وجد جدا قشانت ده قشانت ده كم كعسري سيدو مال كستا وح كل أنا يا كل من يوار رب مركو هل سيمة تدو إسقور إيسا ما كي إسقورتو واجد ما كنت ضمر وقال كود ينين كادر كوي والد أما بحية أما مهرية أما مسلكة أي معين صدان هل يبون غندونا ساس رجو يرانا يا رجي بابا يا مركا يجو حير إلى علي الله مصر مينها محل الله مينها حقوق الرجال ولي ما نقشي هي أدى إلى أنت حق الرجع ما هيزان ما هذا يزان لكن هؤلاء الشيطان والشيطان وركي شيطان ما مجح كوده بن آدم همود صورة بشر بإليه وشياطين رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل من رجل عقارا من رب إسرائيل أي أنك الرب إلى الدار كإبسدي اشترى رجل من بني إسرائيل من رجل من بني إسرائيل آخر عقارا أي دارا عقار قصر كانت إذا مقران تعالى لكن هذا قري بلوجي يقول بكإبسدي فوجد الذي اشترى العقار كي يبسدي دولك وحوه لي في عقار دولك سوحوكه لي جرة أشون أو فيها ذهب ذهب كبوحو قرقو يبسدي وحوكه لي با أشون برع أو أفكه أي أو ذهب كبوح فقال له الذي اشترى العقار كي مرك يبسدي دارتي يا وحكوا لي بايع دارت اصل اسكلها ملك وركاله يو ذهب كذا قاض خذ ذهبك ذهب كذا قاض انه ذهب كذا لتك انما اشتريت منك الارض انا اقول بانك اي بسدي اشون ذهب شغل ما نقول ما نقول هذا اللي نيه دولك دولك انا اسكل وكا اي بسدي لكن ذهب كذا اي قد دلو ولم اشتري الذهب ذهب كمانا اي بسني وقال الذي له الارض
كي دلك اسكلهانا و خوري مركو ورا لها هذا ماها مركو بايعي وي و بايعي انما بعتك الارض وما فيها ورنيها دقدقيني مركان كا غده دلكان مخاينو كو هشيني دلكان اي وخي دخيا لبا بان اسكو اوغي مركانو ذهب كا قادي مايا اشون ذهب انا دلدلن وحان لهين دقا كا قادي مايا كيكي ورخون ذهب كا دافي ما انغا نو كينا وخي كدعي اركي لهاين فتحاكم اشون ذهب على اسكو بريايا اشون ذهب ونعندك هو هيسن ابو كولي ورقه دلدلو يعني امانه الدين دي ددك اي لهاين با لو تلمامي با لو شيغيا النبي نو شيغ عليه الصلاه والسلام فتحاكم وحي حكم تمنو غرتودي او جيستين الى رجل يعني قاضي او تغين الامام البخاري رجل كان لو حكم تمن قاضي اي غرت لو جيستي و هو تلمامي انو اها نبي الله داوود حكم تلمامي حديث كسيده سو وري و هو كيناي في احاديث انبياء بني اسرائيل بقول دحكين حكم تلمامي روايات انه جيران ليست على شرطه لكن تلمامي رجل كان انو يهي رسول ام النبي نبي الله داوود بالو شيغو لي هل قاسوا سقوط تلمامي ولو حيدا ماي وحوها قاضي قضاد ذو القرنين رقم مؤرخين ورق هراء ولي بكينا بسنة كوكين قضية داس طيب سيدنا النقطي فقال الذي تحاكم إليه ولو حيدا النبي داود يهينا دليل وما هي إنه ذو القرنين قاضي كيسا دليل وما هي نين لوحق انتما محكم ليده هذوي مر هذا محكم هينا مسألة الفقه هذا التحكيم في الشريعة الإسلامية اللي أورنج ربي كلا بحيونه إن لبر روح لبر شخص أو عسكو قبطي يقون قاضي وينا يا محكمة وينا آذن إن وذا مسألة كذا حفر يا أما مال إسكتش وأورنج هبلو ما دام هذا قون دين الله ذا هاي وحارم لنا أنا هبل بائس هينا قرط أنا ذكور دي بيننا كلا حكم أو مرخو كلا حكم أي لازم تاينا يكون قنعان وحو حكومي وراي الجمهور أنك شافعي ونوقتين رأي وحن لنا هنا فتوى طيس اللازمة هاي وبرضا الفريقين موينة أي رأي المحكم وصناهين ملزم سيدنا النقطة وحوي اللبدي وداد يقولك الإبسدي نم بيوحك أنت من قاضي أما محكم فقال ما الفرق بين القاضي والمحكم قاضي وأن شقدا لو إدمض اللودي بيبا وهيئة مخولة للفصل بين الناس فض النزاعات مرن كاين سواف جران حكم كغادان باي يا لو يا لو حصارو مسؤوليه قاضي كاسا ليدا اما محكمكو وانين ان حل قضاء هينو اسك علماء ما اقون دينيد او حتى ان عام يا مر قاركود هولا عامدو حكمي كرا هولا الدنيا ايو اني هبل كي سو هري يا حكت هيسنو كلا حكم وي غليسا مر بدن نيكي مركه واركي سي كنا او تورع هايو كنا او سو دورا هي نيمن قيم بدن او يهم بو خيو iska badaayo xukun bin qadiyad inna sulh baan ku dhameynaya hawl wanaagsan way ninka qada qaadiga waxa la rabaa marar badan in masaailka oo sulh ku dhameeyo xukunka aad ridayse birta ku goynayso marar badan wuxuu keenin kara dadka dhaxdooda maadaama diinki laga tagay oo shariicadii aan loo dhagawadan in badan oo kamida dadka qaar kood marka sulh ku dhameeyso sulhigu waa qayb shariicada kamida ee Soomaaliya waxay u haystaan galiya sulhigu inuu san xukunka ba شغل كل هاي ما يشرع صلح النجدة نكال حكم بيقولي وصلح خيرنا إله باله فقانا وحيا الصلح سيد الأحكام أحكام تلرهيد وصلح أبوه في عام بسيدنا وعمر حورن جري تذكر قرابة أما فامل كي عشائر تاعي وضربنا شيء حجالة ده حطي قضاد سلادي هذا يدي ما دان صلح كله ما يهوش هذا ما هو قلنا تذكر قرابة إن حكم كل وكلا وديد جري حقوق وحكيري بورينا يسكون دعانا هدو هبل واقع يسكي محكمة إلى فولي ما معنا هبل قرابان نقونا إنا معنا قرد حيايا ما يحن بيك الجاري لكن مركا وشو صلح اللي قرد ما يوه صلح وحموض هين ولينا المحكمة لقينينا واسقو خيار كي وحو عفية وكتاكي حناق ما يو كعب ما يو أضيوك على يتحال ونين قادوا عقل بضنبوا هاي فقال الذي تحاكم إليه نينك يقرت أودي بتن وحول قاضيك أم محكمك ألاكم ما ولد أبد مليديه بربايع مشتريه أبد مليديهين فقال أحدهما متكد وحول لي غلام لي غلام أنا ويل بان له وقال الآخر كي كان وحول لي جارية أنا قبر بان لي جوكته قال حول قاضيك أنكح الغلام الجارية ويل كقبر أقورية
خرج كأد جوري أكبر سيسان أشون كان أذكر سيسان كذا ثم هذا ميدين دين هذا نوادي دا أشون كان كخرج جري ريركاس وأنفقوا كنا فقيه يعني كبح شكو خرج جري على أنفسهما ويلكي جبر نفطه منهم من الذهب وتصدق حق الناس هذا قيستوا إنا هذا قيست أذونه أشوك وان هذا قيست أذونه وان هذا قيست عرضت أنا كبرسا الدواء هذا بعد استنول الله لعك تاجنتين هوش واسكو دمات متفق عليه ضدنا وحوي ذهب كساسة إسكج إلى عليين ماشي عضلا إسكي إلى الدقم بيسا إسكي ضدنا وإسكون لايون وبقول كي بسقاش إن سقال بيسكدي لايون ما هو حايس بدلي إيمانك بقى إسبدلي هو الدنيا شعيلك إيمانك بأمر كان ضمبنا إيمانك بقى قاسري الدنيا والا شعيل مركا هورنا وضدك بلوغ يسو والا وناكسنا أو ضدك حبا أردقنا أو إلهي بقى لقع عبسنا أو والا حال ميرنا أو حمها لقى سريقنا سوان بقى دونك سقر هياو إذنك أو وياشين اسكو مد متهين اسكدا عدك أو وياشين قلاي أبيهن قلامه يدين قلاي يدينك اسكو حال ميرد متهين وحي أقوان در رأيوك يسمويين دينة انت يخي يقانان ويتكك عبس بدناي شك ما لها ديبو فيري طريق الداقية متفق عليه وعنه رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان امرأتان لبض مراتشري معهما ابناهما وحال سعد الأويوتين لبوي لبض مركعة وحلقي نبي الله داود يا سليمان جاء الذئب ييبا يمت يي أنو عنا عرّ عنا ما نعرب ونسيد ضبع عرب تقول كذا لكن دروا يي أبو حلة يقول بالو هيا أنا واللي بعهم بنا دبعت هيا أما دروا وحيابان قال حولهم ويجي ابن آدم كمال اللي حلان حلا يا أبارد عضي أو مرجعات كم يلعب فر فريستي أما تبوين كل جور إلا شجعين بحال عنا من بواجرته جاء الذئب يي بايمت فذهب بابن إحداهما باشان دقها وين دت فربضنا رحانات ثلاث عطه تاسي هذا أيو ذئب يدهدان لكن إنه ييجي إنه مركز اللي يدهد الصومالي هم وابهل ويرك ويرك نوع كم يدو أي دوريت بأنه نقانا تان ييدا تان ييدا بنا عرب الصومالي عرب تكلم جدا ابن آدم كان يي دوريت بي يقانا أي دوريت أي دوريت يي يويرنا صدحا نوع إنه كليهيد صومالي هان أي دوريت كوا قوني أيجينا نوين يرنع كلا وي ييدون باشان رجها برافسنا فربضنا إذا بس عتين دال امتحانك حاجة نوحوض عنتا وحيوانك كلية أن أكود قال من واحد عنا هي نفك بيسلق بس كي قبطي يكو كلي ويسلق عنا يزمر ريعات هل مر بوحوه ده هيلنا يا اللي بحوا واس كل روا واس كل حيوان كلي إبر بس كقدي وحوض ذاك وح قال باشا أقول قل إذا كجرت نفك وينا ما أنتوا الدبور ده كعبو خد جاي وسكسي بالله هذا اللي وي مات وانت ودم بلغ خدن كما له باش اسن يي با لي دا اما ذئبه وبالكن ويرك ما كيت المام هيان اخري كتبته ويركي ويركي وردوع يو موها يو ور دروا يا وين اللي ور ويني ور علان ور علان يو ور ويني ور ويني ما مقلانو وي ور علان وانا يا لكن ور ويني وهول يغو عص من الرواق وجاجوسا من اللباح حكيت كوضا من اللباح بكاء قدو يا ويقضي صداد مقاج اللباح ماشي قدو مركا اوام بها الله يسكن نوع سيدة ضبا على يتحال ييبا تميدو فذهب بابن إحداهما الله بدي قبلود ويلشو ويل كميدو الله دقاق بالكي عدو فقال لصاحبتها صاحبت بوحي قتلي إنما ذهب بابنك ويلك الله قاتي كاذي وي كان أنا عليه سيدة بيت وقالت الأخرى تلك لو حيت إنما ذهب بابنك ويل كاذب ولا تقال لما تكن كايجي فتحاكم إلى داود داود نبي الله داود بيقول تقينا وحكمت من عليه الصلاة والسلام فقضى به ويل كي صهر وحكم للكبرى تيوينيت تيوينيت برضا إسكال ويد دودين ودقى يستي على ما يقرنا وحاو مقاطين النبي وإن ويل كي تن ليه ذهي وين أيضا بحكمه فخرجت على سليمان بن داود سليمان هو النبي يقول له أسنان النبي بيقصوا بحنية وقصوا بحي داود حكم كيسو وصعوده يمر مهيان ولي فأخبرته وهو الرمان وحال سليمان وآبا نهد دوتا النبي الله داود ساسو نوك الحكومة ويل كان أنا رأل تيير إدباد دوتا تيكن لواد دي
وحور قرتي بان قال يا مرلا بادي إي إي ماذا وفرستي فقال حريتوني إي كان بالسكين بالله إي كان مديح دقيس وحيرس إي كان أشقه بينهما أشقه بينكما أن يدين كلا جيوه أن يدين كلا شره ويدين كلا جيونية كلا قب أظن ما لها قبسو أن الله قبسو لحظة يكون رفنية فقالت الصغرى تير وحي جري لا تفعل إلى هاكو بركية هيين ما كلا جيون ما تردل رحمك الله الله كون حريستي هو ابن هابت أي ضردش توين باردش أنت اللي كلا جيون لا وحي تري توين باردش أنا وأنا بلاش بنكويست المها يدروابه الله تجاي كان أي ضردش ده كلا جيون وين حريسته وهو إن هذا شيء أكتر كيدنا ويل كيدنا ياي مو يا ويل كيد قرن ويد تنا شيطان هذا عيال سوقات وينه جوارنا يرتاه ويل كيدنا ويا ركتها مركب وحيف فضي شيء أنتي لك اللي قوين له ودمن له هالنور هذا هاشككره هالشوق أنتي اللي دي لها هو يا وحلا أركب ما تاني ده حاسدة بياي فقضى به للصغرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حكم يقول كثير إلى دنقته محون دليل شدي وحوس كذي رات كأن حريص تدنق شدا تيون وحيت ها نوكل جو نوكل جو بن آدم بمت يدي بعلو كل جوي بن آدم بما أتاس إلما إلى هن نوكل جوي الإمام النسائي حديث كان إلى دور ترجمة كتاب القضاء وصل ما يستي بحوله وحكوت حديثك وحوله ترجمة يستي قاضو مرك قاركوت إن لازم تاماي بنان تا إنه إذا وحسن سمينا وصمينا يا نبي الله سلام وحسن يلين يحول وان يلين أسوق الربا إنه كفو صاره حقي يحكم كسوابك وكو قاعد مسائل بضم بكرة بحوله ترجمة يستي الإمام نقيم أطرق الحكم حديثنا وكشر حي شرح في قيادة يا قضاء يا سياسة خجر تشرح يا كفيري يا صغرى ومهيم كما قال هذا أنو مهيمة دو حوي محاول شيخ الدبردقي أما نذي يا الله كعبسي لبن وحي أدي دين أشون ذهب أين يقاتل من ندي حمضة يدي روح نول برثين لوك لقويه وأدون كيس بدل إياه أيوه الرئيب بن أسهل لحك شوقي سلح يا لئين وناكسون أو في عانيو إنحن أثناء الدنك علقة ضوية قوم بها ومسيء لسيكا دوانا يا مبيري وأهروا الدنك صوفا الرصدي وعقل كجة دقادق إنو قرائن كأي فريسد اعتمادي كرو قرينة دوالة صدح قيبوت ضعيفة جدا فلا تعتمد إطلاقا هي متوسطة وفيها اختلاف إن العسكان كرئين كالي هي قرينة قوية ورأي الجمهور وجواز اعتماد بل وجوبه إن العسكان كرا راجع يا واجب تنو كلا كمذا قاعدة مركمش وحديثه خلافة عند المسلمين مجمعا لأن حكم القاضي في الاجتهاديات لا ينقض بالإجماع قاضي هذا قد يدري ذو اجتهاديات وحكمه وجرى به العمل لم برنكره وجرى به العمل وإسكتتم حتى شرط ما حتى مجتهد كان لماذا نين مجتهد عالم مسألة فتوضي وذادي وذادي بأويمد سؤال بيويديين وحكمي حوري سدا سدا ورضايا لابد الروح ويقرق من هاوش لما برين كرو لقام الدب التيجي كرو لا صعودا وحيابا خلط كده عيكا متاعي قل ياكو إيمان عقولي إسلامتي وحان كفر صد حد القضاء بان كفر صد حباد إقفران تايبان إلي شيخو محا لقا سوق هذا يا بكله صد حباد ملابا وان ويدي أنا وعادة هرطي وداد موتكتا ها محكوفة دوذي سدا سدا إضاف بندها أو شيء إسكال عالم مسألة دي مسألة خلافية تاي أما اجتهادية تاي أو نين مجتهد عالم أو هرتاف فتوه تذكر أي قاتان لا جمد بتذكره فتوى المجتهدي إذا جرى بها العمل لا ينقض ما ربنا حتى إن لقد بتوه الله دروه إسكال عالم حكم القاضي كبس درنبا فتوى تاعي قاضي هذا قاضي جزئية حكومة أسوي جزئياتكم بحكومةي لما برين كرو سليمان حكم كأبيه ببري ومشكل مرك داود مجتهد بوها قاضي وقد قيد حكم حكمي سليمان هو مجتهد كله حكم كأبيه يكذب تقول بري مرك هو إشكال
حكم القاضي إن لا ينقض بالاجتهاد ونقول برين كرا بالدليل القطعي أو بالدليل الظاهر آيات حديث يجمع قياس جل نقول برين كرا لكن اجتهاد لكم أبريه نبي الله داود واجتهاد حكم مال بوردك سليمان نواز اجتهاد مال بوريه مركا إن عندها لواء ينفرا قل وحيدا وحاوي انتو سنوالك لحكم وي قضية بوردك يستي انتو سنوالك لحكم وسليمان سوى تدخلي سي إشكال كفقه وقبت بادان قل وحيدا وانا سيدة صحة ايه واختلاف الشرايع اختلاف الشرايع وي إن حكم القاضي بالاجتهاد وقبورين كرين أو لقاقد بتقي كرين ومسألة من شريعة النظر خاص كوة لكن حديث كذاهر كيسو إن الأول ما بها النص بنان كيا لوي رواية سوحة تلماما يعني رمان طوت إنو الحكم كردي نبي الله داود وهذا الكيس فقضى به للكبرى مركا وحاوي هذا أوران الله نبي داود با خلطمي هذا أنبيض حطي حتى صور مساكتيان خلد وين وقضايات كان قصها في السن أو آيات إيا حديث إيا إجماع إيا قياس جري خلاف كارا كمر دعا حقوق صور مساكتير ومن باب سيئات الأبرار وحسنات المقربين ها عفى الله عنك لما أذنت وكلا عتاب ير وحكي منك لكن خلد كان وين سليمان واركزيه وداود واركواي المهم وحاول إلا إلى هذا واختلاف الشريعتين في المسائل الجزئية وهي لا في الأصول متفق عليه المهم قاضي وحوبة هي قرات سرع وليه عقل بضن قرات سرع وإن وليه في دوني يفهم هولها نقرت الله سميني مدبا مركو حاجة كقاضي سدق يسنبو أوي ما أنتو نفق فتيش وديب نفط آخر كدن بأسك خائن نقول توك ديبك وضع أسك قضوهم مركو وهول بيونا أباهن إن عندها كلاه يسوع إلهنا دوك وقد يقفها إن الله ده توفيق ربنا إلى سعوتات متفق عليه وعن مرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول عفوا صادت كونون أحسن بات تجي الأول فالأول سيبسي الله قاله الرئي مد بقول الرئي صحابة بعض ما تابعين بعض ما أدي رجل كل شيء بعض ما ساس وبيوت جاي ذلك سبحان الله خيرك ويبقى وحاري واقدم بمرك الله ما ذو حثالة حبتول بون شهري كحثالة الشعير هذا أما قرب ذا بون شهر ذو كلا أما دنتاغ وكلا أو التمر تمر تدوجد بخار كذا لا يباليهم الله إلى وصدان كلاهم بالة واحدة أي بالية بأصل كذا أي لكن إلهي وح مراد وكله وح قيمة أكتيسة يكون وضد حقيرين أوي أدلاء إذن حديثك علباء السلمي بقول لا تقوم الساعة إلا على حثالة من الناس بفي الصرية قيامة وح يقول عذابا ضدك أشر بضن أقول لي تأو حقرا قال دي إن زمر إن زيد ضميرا يسبه ذي حديثك عبد الله بن عم نعاس نساسا كيمت وكي صحيح البخاري كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس آخر الزمان كما قلت لك هذه آدد حابت له وصبون شو قيمة لهين ونعلو يعس كالي كرين ونقبن مالهين ونكرامان هين وعز لهين وحمان كسر ريغنين ونواناك بيك سنين نحجوكتو محاط سمعين دونتا يعني وآددك وناك سنة إلهي باقاداني إلهي باهرمريني وحصوها راية إن ملقود قالي وعن رواه البخاري وعن رفاعة بن رافع الزرق رضي الله تعالى عنه قال جاء جبريل بايمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال مركز جبريل وحيري ما تعدون أهل بدر فيكم ريب بدر نحذين محيكيه محاذ كنت رسان محاذ كل حساب سان حق فضلك يقيمها يقايها قال نبي وحيري من أفضل المسلمين مسلمين تكون أفضل بدن بينويه ريب بدر كو مسلمين أفضل بلان بان كتير النائنة كمدية أو كلمة أما ورب النبي نحو تعالى معنا أما كده قال حور جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة ملائكتي بدر كقيب قشانة سيدا سوكالي ملائكة تدك أفضل بلان أقيم بلان بين نوينا نقونا رواه البخاري ددنا ريب بدر بأقيم بلان سجود ملائكنا ملائكتي بدر تمت وأنا هل كما دقالين ملائكة دقالين توي دقال الله كالوي مادان هجيل كي
هي مذوقي هرك مسلمين تي بدن جري لكن بدر سيفت الله بحوا تقالمين قريش تدماتي باكشه كيس سي وخه كدحاي وكي عباس كشيكي ملغي سو قبطي ادو كدغي انو سن اين اودغان انصاري يتبر طير او انن درب هرك كقريي ملك باهلي مرك النبي قال الشيخ عليه السلام مالك ويدك الملائكه لكن انت كالي حفظ ايو عيدك ولا بضي عيدك بقولا يا ملائكه بحين كاسو كن كلا نقن كن الى امك انا وش وجرتا مسلمين تضبط دغالمو كلي ويكشكيا لكن النبي بدر ان دغالم بنو شيخ صحابه ان شيخ المهم دغال كاس دغال وحو اها معركه الفرقان حق يا باطل باكو كلا بحي وعرعرتي كوبات تاريخ بالغو غلي مرك ملائكتنا بل ذهب كقاتل المسلمين تونا بل ذهب كقاتل عند الله سبحانه وتعالى رواه البخاري اذا هو منثورات كهذه فضل فضل غريب بدر ايو شيخ الربائن ما شكون موجي طيب اذا محو كان غريب بدر نواه هوري دمادين وي حدي كورنا محو يري او كوري يذهب الصالحون فالأول فالأول أحاديث وصدبات النووي معنى قوني وكلية ترتيب فن وقوة أسوه وحو ديسنا وكاده وقيل ديسنا وكاده هاتنا مناصبات بإيقية وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا إلهي هدو قولي عذاب كسي دايو أساء كدتشيو عركة عركة قنطة لك قيمة دان أما أبار لكسي دايو أما عرال لكسي دايو أما عذر أساب العذاب عذاب كأدن يحكو دعايا من كان فيهم أي من الصالحين تذكر دحجوغ ونكسوا أصيبايا ثم أنت كذب مرك أدونك لقول ليعدو بعثوا على أعمالهم أول بعمل كيسيب على الغصو صار متفق عليه باب كوبات بن حديث كان القصوم مري من حديث عائشة باب كوبات حديث كلابات أيو أها أسوى من حديث عائشة أون صوم مري باب صوم مرتين إذن حديث كان ابن عمر يا حديث لم يذكر قاعدة عام كايد بعمر ودل الشدان عقوبة الدنيا وجاء ضدك والله سما ضدك عقوبة الدنيا وجاء ضدك والله سما يا كورونا كورونا فيروس بعد عاي مع من نين صوبان يا نين يا نين حب وا ولا 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 وقلاي سؤالي ويا كان حديث قاعدة وعيدا ضدك منافق شذي وعقوب جبته مؤمن بكو جبته ويجي أدونك محن كيسي فتك يسوى لو سمية ولذلك من كثر سواد قوم فهو منهم دل قال كل حجرته قال انت لما مرادو وقال كل ما تو أحباد مسلم مسلم قال الله ما هيست مسلم قال حبال لما هو يديني أدو محاكو نحن نقع ننكي قوم نحبادية إذن كيو حماية نحفر يستي مسلمين وناك ماشوكوها إلهي وعفية قوم لا يشقى جليسهم وناك دل وانسا تقول حدومتنا لقد دح صارم ما هي إلى آخر لقى قال هاي هذا ضد حن دح قشانا واد إيدي حكمك الدنيا وفتنك فتنك سماء وحي لم يهين نعم كوكالي هو كوا عرك كي ما دا قال يا مسلم با كفى إيدي يستان قال هذا مرق غارق أبو بضنبا روكو ذو حكر بضنبا ما ضارك إذن وحاو يهو قادنا وعقوبة الدنيا يهدي لغس الناضي تي آخرنا إن لغس ما يماءها آخرا والله كربحي ظاهر وحكومة لسنا حقائق باو حلقو لساهية يوم طبل السرائر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان جدع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم حديثك وحاكو لو الدليش يدق مالكي ذي حنفية ذا مسألو أسولا نسكوها إنا نغوش بيين وحديثكم الدليش ذا وحليهن وحابنا جواز القياس على أفعال الله سبحانه وتعالى جواز القياس على أفعال الله الله سبحانه وتعالى كلا ساري كري مجرمك يا مسكينك كلا سوعي كري إيه قرنها يا قالك يا مسلم كلا سوعي كري إيه انت دنبك كشكرية توغن كره يا اسكو حاب قاضي لنا الحنفية مالكي أنا أقول أضم ضعفاء وبشرة وما أنك لسوعك كمكري لقصبي كهو شربة في النوضها مسكينك ولقى منافقة أنك لسوعك وحي ماشي أنا اسكتش واسكتش بين نبي المالكي يا حنفي قياسا قياسا على أفعال الله في العقوبة الدنيوية حديث كان حديث لمبيضة أيد الشديد
مركا ابن تيمين هو رجحه وحده وارن توت بحت دير بفتاوى ده كله هاي مركا مركا ماشى الشافعي حنابله ويقع عن قالين وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان جذع يقوم بحثك هذا قصه عشان حنفيده يكه الليني مالكيود اصول فقه ما يربط كو اركيسه كتب تبدل كو اركيسه ما سو قاده كتب المتكلمين اصول فقه اي كتب الشافعي ما سو قاده هيا لكن مالكيود ودركيسه بحثك اي كتب تو ابن قصر مقدمه دي سي حنفيده كتب تو وي سو قاده كان جذع يقوم اليه النبي دوغب اما تير با نبي كو تير سن جيري انتان منبرك لو ديسين بو نبي كو خطبين جيرو كو تير سن جيرو عسكن جيرو دبر كو سار جيري اما غرب كسار جيري يعني وحو جيدا في الخطبه خطبه النبي كو تير كا اسغا حقيس او استاغ جيرو دبر كو سار جيري اما كو تير سن جيري اما غعانتو سار جيرو وا عسكن جيري فلما وضع المنبر منبرك مركي ماشي لا سو دغاي نبي كو تير كو كفغاداي سمعنا وحانو مقلي للجدعي دوغب كا اما تير كي تيمرتا اها مثل أصوات العشاري هل أولي صوت كذا عشار وعشا ست كذا لما ضيع عشراء ليلة هذا سيدا هوين النفاسة نفاسة لويلة هذا أيا هشا ست كذا لما بيش الطبنات كشوا بيش أمور الله هيدي يا عشراء ليلة هذا عشار بنا لقوا جمعية مثل أصوات العشاري نيف قيلوا أولي عتكي أوكلي بان يو دواقي أفقب فرطيبة تيركي يدقبك حتى نزل النبي الى النبي اسود دغى فوضع يده وقعد في وصار عليه على الجرع فسكن مركز وحسله ودغى قبوبي وفي روايه فلما كان يوم الجمعه مالك الجمعه مكه لقاري قعد النبي نبي حكم فريسه صلوات ربي وسلامه عليه على المنبر منبر كي لو سمي عصبة فصاحت النخله جرع بعد سومرتين ودغب يجريد وين هذا ان جيتك لغا سمي لو شيغ انه تمر اها فصاحت النخله جيتك تمر تابع دواقي التي تمرتها سو كان يخطب عندها نبي وكوخد باخري جري من بركين كنت ماشي محراب كين كو ادنيت مساك نبي محمد ميل هول ومحراب وصانا مالا هين تير كاسا لو غران جرو استان او اها حتى كاد الى اي سكتي ان تنشق ان يدلعده وي اولو شي وي دواقد الى اي دلع اي دلع غاد وفي رواية فصاحت وي 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 مراضي جيت كيما مراضي سياحة الصبي الما يركاسون مراد الله قال فنزل النبي نبي سعود عليه الصلاة والسلام حتى أخذها إلى وقعنت الصارو فضمها إليه وحبت كسير بير كسب وقضم النبي بوكو كوكبتو فجعلت وحيقول لك شمك النبي وحبت كسارو بوكا ساري تأن إن يرحم يسوع أما قرحم يسوع أنين الصبي الما هيرك سوء تهاكل الما هو يمرك أنت صار الآن مسيو حقوقه يرجع رحمه وأنت سكب جرس وما إلا دبل الله ما عبرين كره وهن سكب جرد بيب الله ذين عامس يزيد جنس الذي الما هاسو يسكت الآن مسين سوء تها أما هو رحمه أي هو هذا واقع حتى استقر إلى الدكتور قبود وأنت عند ما يسطي يرنكي قال وحول سحابكم بك قال النبي وحده عفوا النبي وحده بكت على ما كانت تسمع من الذكر نبي الله محي الله وذيب على جيتك وحنا النبي والذكر جان يحسك الله ندش هذا كحس الجري أمان عسكان جري بي يي يي ويدو تيب الله ويد اللي جيت كان لقوه ريجي بجيت بجيت أما إلى داني محل يجت تجي نبي محمد محارق الله يقاتو بكت وحيو ويد على ما كانت تسمع وحي مقلج الدش درتي بي ويدو من الذكر حس الله رواه البخاري دو جيت مرك النبي محمد وحي لو بي وحاسه وسمي مراد مراد لا انا كم مراتين مسلمين هايو وعن ابي ثعلبه الخشني وحكوا جنا مركا خر معجز معجد عليه الصلاه والسلام شافع بالله ودي قول لي نبي الله عيسى عليه الصلاه والسلام نبي الله محمد يا معجز عسلا بالله امام كحول معجزات كان معنوي انت لا قالين وقران كا ومعجز الله مد الله دونك وسن كينين حقك مخلوقاتك لقد تاجر عيسى ينام حد عن فيرنا بور نبي عيسى معجزة أودا معي هاي أحد لنتين وصورنا ولا يو تو إلهي بريو إلهي يو نبتك سوء علي تانا وحور مكة الله فير يجيد إن جيجون الدقب وما حلا قشر وحق لا قشر أول قرآن ميل وتيري إنه دعا الله أو حجود أو يو أو سيد علمه أو هالله أو قرتي زقات إلى النبي قصة صبي تنا كدرن بالمعجزه انا كوين من معجزتي عيسى لانه ميت كنف بوران كجرتي ايضا بلا سوء شي سوما
جيد قلنا أدقوا بوصلك لقى جويو ماشى تايلانجري تجنانجري إن نفلق جليو وها الله أو قرتي سقاطه يروح نوالانجري ونفط الجوس عليك يا لك إسكو مدو إسكو مدو وحول بوم معجزات أوقي ما بدنا أحي وبدنا بنبي قال جسيا عليه الصلاة والسلام براهين تنا بوضع آيات الرسالة وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر جرهم نو مقعي سوال وشيغي سحابيقا حق أبيهين ناشر كاسي رقبة مبا الشيغان بين ناشب يا ناشم باب اللوب بدايا إن ناشم لا بالميم يا إن ناشب بالباء الآخر يلا وضع ساب اللوب بدايا حق أبيه ناشر كاسي أبو حاتم الرازي سحر وجرثوم ابن عمر وليس ابن الناشر بو أصنيد الميم وصحابي معلومة أبتر كابل أسكم عن رافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى فرض رب قويو قدره وشان قويي فرائد واجبات بإذن ساري فلا تضيعها ضيعنا يعني لبي لهن وحي واجب رب إذن ساري صلاة الزكاة حج كي صوم كي جهاد كي وراغ مد الله فري حمو الله قرر يوحي لها المال وحد إله وحو سيري حدودا سيرو دغي فلا تعتدوها كطلابنا هكتلاب سنين اسكي الالي وحرم اشياء وحنود كم ممنوعي فلا تنتهكوها دلا عنها قد عنا وسكت عن اشياء اشياء مسائل رب وكا مصي رحمه لكم لا جهلا الهي وان حريص ودين حريصا بوكا مصي انه دين عبد ما حلال با ما حرام با ما واجب با ما سنه لو مبحن غير النساء هلمان لعان فلا تبحث عنها قد قدنها دبقلنا عبارنا حديث حسن رواه الدارقطني وغيره حاكم باورتينا صحيح يلو ورية مركة حديث كان حلول ليهن حديث لميض الشريعة ما إيمانين حي إلي شريعة ورنب أفر واحد بس كاللي وابا انتابا واجبات محرمات حدود يمسكوت عنه وابا أفر تاكلية واجباتك وفرائشة وحيابي ربنا ساري وليها قانونيين تصمدهان تدكوا اسم حقوق واجبات حقيقة كيرين أنك نجح هذا أيام ركاسي حليا أنك قاعد تشيني واحد بن آدم بنتي ياكو قدرا وداد مغربية مصرية يا واد وضحوق ورا كتاب أفر من جلالة مسشنبوها المقارنات التشريعية عبد الله سيدنا اللي يجاد قانونك أقيم بنا عند الكفرة أصل التمدن في القانون الفرنسي بسوق هذا الثورة الفرنسية وحالة صنع يدا باشن رشي بلايد كي عصر هذا السوق هذا يوحي مقارنة مذهب المالكي مسألة والبو قانون كفرنسي يكون جرتة ما يشي كسوقاتين يسي وحدين يوحي كبدلين بوشيغي جزء مجلد كيدي رقم كيدي هلقي وحي رمب مركوا توقو توقو محمد كيني كران حقا تشريعات كي نظام كم مدني وحيوا برتين مركي عالم الإسلام يكسو الدولة تما هو سلسلة كي حيا ميسن أقونين قبيس ميسن أقونين حيث قبلوه كميس قبيس انترين أيوه الصحراء كما دقي يقانان كهذا كما دقي يقان حكش كي أسان منقذ سلاح الدين رجل لسعي علوم هذا يرجع هالجماعة شابا كش كي وحي آيان بهالله الصعودة أو أورهايا بلعت قوري سمسقول سعطي هاي ماذا فضى يرهم قال لماذا هو شخص مسلمين تكبر تنب أي لحظة وقرية صادرت الحلقة مسلمين تو يهرب مرينا الدولة لها لهايين إنها كلهايين أيهو وحي كجيرين مسقولي كجيرين وبن آدم وما يسمى مركز تاريخ وكما دعنا ويكرر العصور الوسطى العصور الحجرية إذا مش يقان وحي كسب بالأمان حلقة أنك نقول فهم إذن وإحنا قبرتين كدي بتاريخ قبل الله بعد ساوى أخرية طريق الله سعودة أفر بقول الله سنة لقو قبل الله بعد إيه حلقة مريكا الهلية حلقة يوروب يركع بيه كنساء الله وقعي ورواي ورم عضا هيدي دوفية دان يرو طريق المسلمين تهي نظافت شغل بقوم إلها كوري يركي فسهادي صومالية دي قبلها عدانك قرسي صومت مالو يهل اسمير سيد الله على دو إبراي وجه مكلا سوق عينان وجه دقدو إبراي فرحاكو إبراي مركو رمحي هاي دقاق وحن بن آدم ما يبين إذين شيء
عدين كذا سبب وإفادة ساسو كم تجرو ما هو بابا إيسا ألبي وحروج جد حديث كاري توقف تري وحقيقة ارتحق النظافة وشغل كميلة كلية وحيدا سيرين مركز صوكي عير هر مركي إن قرب كمل التريل لسمي الدنيا ده لقى لقى فائدة جستو إلهي مسخرات كل واحد جاي يو عناصر تاني وحصو صار لسمي بعيدون كل عذر يوم كل عاي والله تعنيك وح سمين لها بالعايز نينك تريد إيدين سمين لها كيف برا إيدين تملها كيف فازك كيف بارود أن توحية قرب إنه سمين لها حسال حدين مركو بيت المقدس فراني يعسقلان قال هذا مركي أنتي قلعة وين سمايستين لوج لواي لابد إنه الله كان دمشق أو مسلمين أو مجاهدين أو حي سمين شيء أنتي لو ما لغب البلوك دمنا ليب لغب فان قرحة يدوك نهرجها نيمك أي هندية على قدونه وحلا مت لباق وذات بهايون وثقور تكد قال لهم تجري واجد بوالد دي قال لهم تيجوا تبى للسمي تقنية التكنولوجيا هذه أتسيو ده الهايدن قال لهم سو قاعدي والله يدن قيبي كدمنا محبوب عبال ليني دي بكدمنا هاي فايفا مو سعدي فريم بقوط لسه مرك حديثك أفر واحد شرع الله بأنت واجبات الحقوق والواجبات هل كان يكحدين يمرهن أو نجي هذا مهمة وفرائد واجب قصارا ووحاسم لئمو كما تذكرت هذا كتكتنا ملقابا قال وحد حدودا فلا تعتدوها حدود وامعي شيء والب إلهي حد بأسم إلا ضاف الله ما أقول بدعة كل حيسا شيء برنايا ضاف الله ما أقوله شيخ حاران تأينات كسوك دكت الله ما أقوله واجبك إن أضافت الله ما أقوله حدود داسي محن غن كرتا واجبك سنة كرهدي مباحي محرم كي شن تبوي زوجي كره معايا للشرع عضو مد والباء حب أسميس سيرها شرع قد جاي إن لا دلاع يلا ما أقوله هدي لا دلاع يلا مد بعدي إن قال لهم الله قوله أما بتعال الله قوله سيره كيف سنقول إنه حدود مركة تاسين نقطة waxay kale noqota xuduuda uquubad kale sida zinadi ee qadfigi liwaadki sariiqadi khamradi qatacu tariiqnimadi waxa kale xuduud lagu idlaaqa mustalax inta ka khaasan oo ah waa dunuubta ilaahay uu ka dhigay sharci uu ka sameeyay uquubadka ama waa xuduud waa shay walba sharci uu jideeyay oo looga in la dhaafo laga soko dhiga ama laga antaramina loo galay قيبت صدحات وحرم أشياء هو إذا كان ممنوع هتابننا هالصميننا وي شينا هدافن ويو هكبودن منا هالصمين بيكليه فلا تنتهكوها مع سواري أشياء إسك مما أحال الله مما سكت الله سكت عنه الله وحر ربك أمصيا نبغو سنكها لها قد قدنا لا تسألوا عن أشياء وي وكثرة السؤال توجية ضدك وحاودا بوي ننكي سؤال كيني ونبي قد قضي شيئا لحرمين يدي محارم با كدي من عمر لغا سود حكم لغا سود جمع دي لغا حرم سمتنا يكون رفادي سؤال شي سأي إذا يعني إذن معفو عنه هو شيئا حكم كيسا نلوشيق وواجب نرمدهن لا بالنص ولا بالاستنباط وحارم نرمدهن لا بالنص ولا بالاستنباط وكراه ومباح ومستحب من الله مورن ومنطقة قيمة بضان وتلقون نولي هاي وحبطونا كمدة شيء ربي باكام النوعي مفسدو أقي هاي باكو جدا إسكاكتك شيء ربي باكو صاري واتكل لي باني الله إمو انت أصو وضا سعوته وصفر تير حتى اللابن شريعة التين ردا كبحين بعضا هاد اللاعنين سيرقوي سنقون شريعة دي انت باي نبي قصو كوب حديث كاني ومن حديث مكحول الشامع عن أبي ثعلبة الخشني وذا دا كهر لحديث كو ضعيفية أو الدرة وحين ليهن لبع الله شيئا مكحول الشامي وحبك مما قلب بيدن عن أبي ثعلبة الخشني رأينا رأي مسلم ما وذا دا شيئا وذا دا وادي بخاري الترمذي الجماعة ابن يونس باكمل يدي سماع واسوغان هاي وهو الصواب محايا إلي مكحول الشامي أبو ثعلبة اسكو بلد نواد شوغين دا أهانا وكسو قاد إن بضن بولد شوغين اسكو بلد بيهاين أصو نيو وين أيو شيخان صحابة صحابي قال النولا مركز دا أهان يا بلد أهان يا عصر أهان بقول النولا وبالتالي جماعة من المحدثين الكبار بسماع الصغي وبخاري كمدياي طاعولي اسم الله وحاكوا لقوع الليا الاختلاف على مكحول وقفا ورفعا
ما مرفوع با مسوى مرسل ما موقوف با مسوى مرفوع بيسكو خلافينه ما من كلام مكحول با مس من كلام أبي ثعلبة مسوى من كلام الرسول الله بيسكو خلاف دار قدني عيالك حديثا لو يدوحوري والصواب والأشبه بالصواب الرفع وهو المشهور بول دار قدني عيالك وعيالي سيدا خلاف مرخو كيانو ضروق ذكاها الله يبو يرسيدا حقا أولا وإنه مرفوعي هاي ومن كلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويا هاي ساسانا عانا مركا حديثكم وحديث حسنا نوي هرتي وحات حسيني ابو بكر ابن اسمع ابن سمعاني في اماليه ادبون حديثكم اشر حي كذلك الحافظ العراقي باكدم بيي واسونا تحسيني الحافظ العراقي في اماليه سخاوي في تخريج للاربعين النوويه اذا سيدي ولدها مريم باحوك بن حديثكم وحديث حسنا ابن رجب انتو علاقه كهلي يحكو حجي من حيث التلميح لا تصريح ويحكو حجي شواهد حديثك شواهد اذفر بدن بوليه عن عبد الله بن ابي اوف رضي الله تعالى عنهما قال غزونا مع رسول الله رسول كله بان لدوا لي سبع غزوات تدبدوا لان ناكل جراده انه ايح عنينا نبي ايح ولقي معن لكن صحابه عنيس امديدين وفي رواية نأكل معه الجراد لجيرن كنا بقول نلاجوا سوى نقوقون سنة نقود دفرين بانو دول تضبط دولا لدول أم بحال كاسي على في النف قد ضينا إذا نف أوجيس متفقون عليه لب كاسة على قصة مرة والدين كأهيلين تيسي وقرقاري دي سلا قصة مرة مركز ضمبان وحال قاري دونا حلي الدنيا الذهب كوح قاتل وايو وحاك الضمبين حلي الأسكول لايو وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا قال وحجي لا يلدغ المؤمن روح مؤمن كأه لقما قنيون من جحر قد واحد أو كلية مرة إلا بشر أما لبقر متفقون عليه حديث كسوب كسوحوها نينك ديبك بناي أبو عزة الأورنج ريي ولا لها هاي مصعب بن عمير مصعب بن عمير إذا كي قريشات بوصور رعو وكي بدر لقود دقا علامي قعم بالقود دقا مركز على علوي والله سوق قصبي وهوشانو دياروما هاي النبي محمد وسيدا مانتا ايو مقع ابال اتارو يوشي ارقس ابال نبي هو سيدا ورد بلسكت بدون فدية ولا شيء بالله عفي يا الله سيدا كدبو كشك وحوري نبي محمد وانصوصر مكو كشك ايو وقريش فريا دي ايو واركب النبي سوق قاري والله سكسو قاري تقالك يحبو ايو عدنا صور راعي كدي با رجي لقبتي بكجري محابيستا رجي يرو الله إلي بكهلي كجري إيا دقال ما كودح يا بدر إيا أحد با لقو قبتينا والا شيغا دقال لباد با نينك لقو قبتي مركز نوي محمد عاف نوي حوري نات قرك ساترة هريتك وضح دانا ما كان مرة وضح كيسو دعم ميسا هلا الدولة ساسا اللي قد لي مركز وحاوي حديثكم عنيس والاسكو قبتاي حديث فرون حديث كلونا ظاهران خلافة يو أها المؤمن غر كريم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم على كلام في صحته روح مؤمن كا وقب دقنا ودقنا قب وسكت دقنا هاي وحمد دبا قال قلو مقود قوت بطنه الله يرحب يا مؤمن كسا مر بدن حديث كساس ولي أسأل المؤمن غر كريم كان حولي لا يبدغ المؤمن من جحر جحر واحد مرتين اسم الديدية روح مسلم كطبعي أهان وحال قرب إحسان ظني بالناس ضدك إنه ملون أحسن أقاضه درين بدل أحسن كقاضين لكن مكو درين كذا قرط أي موقته وإنه في دنيا هاي ده كلا قاضه ولو كلا باب أطن إن القبطوي وحون درين كقول تاجي إن ده عبد يسوع روح والبعد توج يا خائن مودو ولدنا هدي لدناوي ضدك إن هذا قط قطوط ضبق عشان لدنان كلاوي تاسو النبي قهران أودي تزح مسلمين تا لكن مغفل وحك الله مارن هايو او اسك الله سهل الله ما اقول ودك سمنت كا عيبين اي امدن واجبين اي وكي سيدنا عمر لست بخب والخب يخدعني دغ رومي ولا نين دغ قبان اي مد اي مد غراني نيم يو كو صبحي توري لبا افلا سا واي ما هي هي هلي بان كو عناي امتا هلي لو عنا ترق با لو لايا ما هلي با كان لو عنا يعني وحي انا تفهمي كرتوي
متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة صدح لا يكلمهم الله يوم القيامة إلهي لمها الله كلام رحمة بالغودة ولا ينظر إليهم نظر رحمة بالغودة من إيغو ولا يزكيهم من طهر الدنب عمر دافو ولهم عذاب أليم عذاب حنوشينا وليه مدك كوبادي رجل وي على فض ماء نندل شوغ بيد ليراد أوي بيا كبرن بوهايستا بالفلات منع ذو عرسلا يمنع ودي ذي من ابن السبيل منع ذو شوغا أو ودك لمرين بيا كان أن لقيه لينين مسافر كن أوم مره ذاك مسافرين تمساكين تبيه ودي ذي ما نصيني نكاسك هالدور ملقي بابا قليبة عند المالكية والحنفية ذاك وكذلك أصول الحنابلة والشافعية وكيني ساي هدي بيها أنت نك ودي ذو أصاق قرنتو ديس الأولى دي ديس الأولى قاتل باتاي قاتل بانقونيس مثل كلا باري ورجل وي بايع رجلا نوح كئيب سد بسلعة بدع كجرجري كئيبي بعد العصر عصر كدبدي عصر هو وقت أذق وي وآديات الله أكثر قيمة كله والله إسكع إلالية فحال فدارتي بالله الله كدارتي لأخذها إنه قصو قدو وغفر له بكذا وكذا إنت إنت أسقيمه أصل كابوك الله فصدقه مشترك بمركز ساور الرمي وهو على غير ذلك شيء وساء هاي بين بدك شكت كو هرت بين بدك شكتو وحاطر وحي غفر يا بقول أصو غفر يا كنتن لابو بعد العصر بعدنا على مريزة صدح بين بدك الله كدارتي أفر مسكين كي مسلم كائن مشترك على بنت بكوكور ميري أفر تنبي متك صدحات إلهي سبحانه وتعالى أوسن إيجن حقا أوسن لها لن حقا أن حريسن عذاب كل الله أوسوكيو رجل ويبايع إماما نن إما مدحوين حد اللقاء لأي بلان مسؤول بلوتي ذا لا يبايع أحد ولمقى لأي أما ومضورنا إلا للدنيا الدنيا موية حقوك لهم بالربا واحد دون قد تاقوي أديب اللي هلوي مثل الدورة المسلمة فإن أعطاه منها الدنيا ضوح كسيه وفى بلن كبؤه في أحد وكسر بحيا كي وحلسيه وإن لم يعطيه منها توسن أضالين هوشنا لم يفي بلن كبؤه فيه شعر عزم حولي وعيكما ماري نوستن نما دورتي إنما دكتور مالن كسر قدن بيس نما دكتي وحبال قريسة هدي إنما دورت مالن كسر قدن بيس دي بدون ميادر كيسا إلى آخر لك جار مجرد ورك وحباك الشرع متفق عليه قيبتن هوري ابن السبيل ك الرواية كلا عديسي مالك آخر الله تقول بخاري في صحيح البخاري مالك آخر الله تقول إلهي وحيو يريكي مسافرين تؤدي دبيها إيشنين كاكو يميشا فدي يقول الله لمانع الماء اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضة ما لم تعمل يداك ما أنت أنو كودي ده هي ديق غيدة ينحريس طيدة أدوب أدونك وحدا اللهين ونانو ميلها الدقاي أوضن سمين أوضن كيرين بعض أمد أوديد مركوا هاليس وان لا إسكا إلى الحديث كان هو شيزة أو مسافرين تي مساكين تلا إسكا إلى ليو أو بدي عدي قناع سيقان لآفينين أو نينك المسؤول كلا دورنا يو دين يدني ملغو دورتي دانتا الدنيا يدني سيقا شخصيقا لا إسكا إلى ليو وعنه عنه صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين لبدا أفوف نفخة الصعق هي نفخة الموت وحاول حيا أربعون أفرتن سنو أما أفرتن مع الموت أما أفرتن بلوت قالوا وحيدا يا أبا هريرة أربعون يوما أفرتن مع الموت مياه قال أبيت واندي ذيبر أبحي ماي أما أنقرته أما أن أوغطته أما أن أنقرنن بي روايات خارج صحيحين أيا أفرتن سنة كشيغي قالوا وحيدهن أربعون سنة أفرتن سنة مئة واي هاي قال أبيت تنوان دي ذيب وإذن لهم هاي قالوا وحيدهن أربعون شهر أفرتن بلود مئة لقوا ذا أفرتن قول حيث الله بدأ بون إلا أفوف هاي قال وحيده أبيت وان دي ذي ويبلى كل شيء شيء كستو بابا هاي ورمان إياه من الإنسان هذا ما حقي سكاء هذا إلا عجب الذنب دبا نعيس تمويه لفت أويه عجب الذنب كدبا صغاري دبا قناني دبا نعسي دبا قبني وحيبا ما تقول شيكتان ولفت أوي ولف عرشوبا كم يا حيوك بضم با إلهي كدو بي أيضا نوابا تلعزنا لفت أوسي أدق معها لكن بخاتو دو حي عديين وشيق أوغو أدق أوغو حبين بن آدمك
لان قرول لها كل سنة وامشاس هذه دب كاجر بس هوي والر والرعم بالله كحون عاش قردع بالمغني وامش بعدك كنت تاجين هوي إلهي بينو شيء نبي عبد بينو شيء ويبلى كل شيء شيء كستا باليوب يعني ورمانوي ورمان بالوجه ذا ما الإنسان هذا ما حقيس إلا عجب الذنبي ما شاء لفتا قدام بيسير طبقي بنت أموي الله ربنا حنقول لها نير الصعدة فيق قدام بيوي عجب الذنب كل شيء منهم من عجب الذنبي عجب الذنب كحق يسا يركب الخلق ونك الغب الله ثم ينزل الله سبحانه وتعالى بحسود الجنية من السماء عرك حق سماء بيو كسود الجنية فينبطون ضدك بقل هاي ودلانية كما ينبط البغل سودوك ونشه متفق عليه إذن هو شواء انتاس أيضونا سيدو بن آدم محلقة بالله بأسل كيس روبا لقب بالله بيعرو مركو دنتنا ديبو حلقة سعين ليا دبقنا انت سيبا اما دبقين انت سالك صوب الله بي اود الرب سبحانه وتعالى حديث انه عام مخصوص اوي وحلقه سوريبيا شهدة انبياء رسوشا مؤذنين انت لقى سوريبي ماشاء ويبلى كل شيء من الانسان وعام مخصوص وعنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس حلو نبي فردي فردئوا فردئي يحدث القوم مسلمين تبين خير يواناك محاضر جاءه أعرابي من رمية ويمت فقال وحوري ما بسوكين برمية دموقت هاي إنه إيش وحكر إذا إسكسوا متى الساعة أدون قرمال الرغة نبي الله أدون قرمال الرغة يا بالقيامة قرمى دعيس فمضى رسول الله يحدث القوم نبي هذا الكبوتي وما بحنك الرمية وركيسي صحابة هو الرمية شاكة ورمى يستر فقال بعض القوم صحابة بركض وحيدة هذه سمع ما قال فكرها ما قال حيث نبي هو مغاين انك الرمية ايه استيرحين نبي هو مغلية لقوك هذي وحو شاكة بكضو صصو وقاموس وقال بعض بركض وحيدة هذه ما ايه بل لم يسمع ما ايه نبي ما قال هو جواب لها ايه حتى إذا قضى حديثه نبي مركو حديثي سيدة ما يستي صحابة وركي وقرد عيه ودمي أيوه قال إلى أين السائل من الساعة قيام أنك يودين ماذا يكون أوي أو أنك هلاي نبي يقول أوي لكن آداب مجلسك آداب حديثك حقوق الناس إلى لنا يا مدك على قيام حل دعي سماء هذا إلا الشيخ تأخير البيان عن وقت الحاجة ما تأخير البيان عن وقت الحاجة ما معك أقعد ورغضوك ضد ما تقيام هذا وقت عدي إلهي كعبس أما سورك هل الرغضو تاقن أميا يعني للرجل محاكم مقن دي بوا شيء لوده كروي بوا شيء يعني لازم هين سؤال بلس وقام أمي مجلس محرمين نبي محرمين الحق اللي من سبق محرمين صحابة كهري سمحرمين محرمين نبي حوري عفوا قال حوري ها أنا يا رسول الله نبي الله وائكة وأنا نينك ويدينا قيامة قرمال الرواية أدون قرمال الرواية قال نبي حوري إذا ضيعت الأمانة مسؤولية مكة لضيعه فانتظر ساعة قيام السك مسؤولية حلك حلنك قرنا يودي بابا دين صومالي ويوجي حلك سنما مركا يدي ماتو باشو بي عبالا قرعو بي عبالا حقو نعفي مكجرة عرب دق مكجرة هولي تشيدين ومراس ومصيبه صومالي دو واقه رأيه وباهي ودي مانا يوقع تشو نفطه يسو ايشو قد بيرتها يبا يلي مهبلو سيته وان فيعن الحمد لله راشين مكو كان ما وان وان اكسره مكو كان محيط ما يكي انتي موقت واحد قلني ما اتشري موقت ها شام مكو سيا قدم مكو سيا بكوليه نيكو قب كم حوليه يا ها خذيب وكوليه اما قعنتو قوانا كان سوق دينو كوليه محيط قدم مكو سيا عرك الله مرق إذا ضيع حلك السنين ماذا ويفر بدن تاي حلك مسلمين تا حلك الدين تا إذا ضيعت الأمانة حلك مرك الله ضيعه يا أمانة دي يا مسؤوليات كي نفط هذا قصة بسنة إلهي حقي قصة بسنة مخلوقات قصة بسنة دينك فانتظر الساعة قيام شو هادي قيام حيس ما يزور تسيد ما كده قيام ربك يكين تمرك ده ما وحرم بس الحياة نظام كورن بدمة قوانين تسعتو دم بس بدشة عرك تاجنا ولو كلا تجاهيا بوري ولا بتريا
dhulki waa la bedelaya amaanadu la dayacana maxaa ka yimaad amaana la dayacay maxaa ka yimaad wadaado subaxay baa ka yimaad nabigu halkaas u jeeda amaanadu iyo xilki hadii la fudisto la dayaco qiyaamo way taagan tahay inta la gaarintii weynay ruuxa aaminta ma jiro xaqeed u dhaqaaqdaa wuxuu dhan baa isku dhaxyaac فانتظر الساعة قيامة إسكس وابكوا هيساي قال وحول السحابي كيف إضاعته نبي الله سأما الله ضيعي قال إذا وسد الأمر ترى المسلمين تهدي الله تيريو اللو ديبو إلى غير أهل دضا الله المضنين فانتظر الساعة قيامة السوق وعلامته قيامة يرير كأهوي كوة ووين وقوشة وحكب اللوضان خروج المهدي وحانا أدن بيه دابد صوب حيث كتنبرين يسيو قرآن قلوب تلقم مصحو الرمها ساء أدن بيه لا بك لو كدن بيس رواه البخاري بخاري واحد كورية إذن حديث كي أحمد بعد ما يسترها يو لا تقوم الساعة حتى يؤتم الخائن الدنك اللي مرقها يو إلى خائن كلا آمنه خائن بل آمن وحلودي مواد أكتن هذا وحاربه من إسلي إسكدا ملك له كوا خائمين أكتن وحلودي من إسا ملك الأدن ملا خائمين بوحلودي من أما سياسيين سياسيين معين ومضن حلك يتبلودي وراء خائمين فرضك على حضاية لا تقوم الساعة حتى يؤتمن الخائن حديث كما كم عناس وكو كان وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم أئمة وي بل أن كان ختمة سيبعد يصل الدور إساني يصلون وإذين تكن أئمة لكم إذين كإذين تكن ولهم أيون لفتوذي كتكن أيان إذين كنوا وإذين تجين أيان فإن أصابوا هذا يسونا دي كوها بسدان صلاة الدماء استران أركان تدي آذاب تدي سونا كذو حرم بيها قاتيان فلكم إذين كي أجر كإذين جرا ولهم حلوقة تقي للعلم من باب الاكتفاء ايونا واوجر هذه وين اخضعوا هدي قفان هدي قفان سوما واقف ان سلاد كبرينوي وحلقها الله يطه فلكم وعليهم قف كاس يدينك وايدين تابانا يا واجرك وايدين كان نقصامي اما جرلان بن نقون انسان وعليهم تشهدون واسارين رواه البخاري مساله الخطا ومساله البطن انت اصلا نوع بين نقطة هذا ترى حديثكم حويجي هدي لك في حتى والدين دم بيجي سوى والدين أيون ويليه سكيل سكوا معها مخطئ والسوء عفنا يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قد فعلت حديثك مسلم من حديث ابن عباس من حديث أبي هريرة إيوه إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد وإن أصاب فله أجران حيث ماشي النبي أولي هاي هذا كلها بستانا أجيك إنه ديار هذا قفتانا ماينس بايد كوب بلابان وحبا إذن كجو آية خطأ أصلا مغفور ما أهين بلسو شرتقي ما أنا فانتيك هذا بانتا خطأ مغفور كا والخطأ في مقابلة العمد كلا فهم خطأ في مقابلة الصواب والإصابة أصغم ودباته لي هاي أما أجر لمد أما دنب لسوق رجاشا على تفصيل فيه متك العفيه الروح المسلم كان لو قبانين إن مرفوعة ومتك كسور جيدة كسك كس يا كم صمت قالنا متك وي متك العافية والخطأ في مقابلة العمد للخطأ في مقابلة الصواب متك أسأل تصبح شرط يا إنه حق الله هي هاي أما حق الناس لو وقع في المايو دنك بالقربة حق الله وين وباب التكليف وقوله شرط وحق الله شرط ماشى توقفتينا ميل اجتهاد أقبش وين يتاي بإجماع المسلمين هذا روان اجتهاد وحيصوا بعضي صلاة شنطة إن أن لا يقول هاي مسلمين تن أن لا هاي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد ما يشقينسة ما يشد كقفتي وإن أتي ملاقات أقبشة قفتان كي يسمى برحل الله قادن كرو هذا أصول الدين يضريات الدين ترى غيلق منات وعن لنا عاد قفتي وقال باتاي وان ايدي لا صعو هو شان في ريو حان يسوب بحضي نبي محمد عن بيا قدم بيسو عاجمتنا ايام بيليين ما هي تهوش النبي قونكوا
إذا وحوي ماشهد كجفيسه وإن أقبل كرتو اجتهاد وإن أقبل كرتو إن مسلم إيمان لأكو خلد ما يقبل كرتو هذا أصول الدين كي معلومات كي ضروري قاعد كبرقته برقده إيدي كل خطأ ومغفور وباطل لا يقول أحد من أهل القبلة ومن قال فقد كفر وهذا من داعي ذا كل خطأ وغير مغفور لا يقوله مسلم لا بد سيفود إسك إلالي كل خطأ ومغفور لا يقوله إلا اليهود يهود قالوا بنو جيرة ما وشيا ديره كل خطأ وغير مغفور لا يقول إلا اليهود مع الله الرباه من الخطأ مغفور ومنه غير مغفور تفصيل كدين تكبره لكن مشرك قال لم يكن فلان هاي يقول لهن ومسلم تائس كيال والله سبحانه وتعالى أعلم.